سنكمل حديثنا عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أول ما فعلته بعد إسلامك؟ أول ما أسلمت نظرت في من أثق ممن أعرف وأتوسم به الخير، وبدأت أدعوهم إلى الله. فمن أسلم منهم على يديك سلة قليلة العدد كثيرة البركة، اصطفاهم الله بأن يكونوا حجر الأساس لهذا الدين العظيم، وهم الزبير ابن العوام وعثمان ابن عفان وطلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص وعثمان ابن مزعون وأبو عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن ابن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم. وقد دعوتهم أفرادا سرا وجئت بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا بين يديه. كل هؤلاء في صحيفتك، فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده يا بني. فماذا عن أهل بيتك؟ ما كان لي أن أدعو الناس إلى الخير وأنسى أهل بيتي، فالأقربون أولى بالمعروف. لقد دعوت أهل بيتي فأسلمت زوجتي أم رومان، وأسلم أولادي عبد الله وعائشة وأسماء، وخادمي عامر بن فهيرة. وهؤلاء العظماء في صحيفتك أيضا؟ قلت لك من قبل هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. فماذا عن إسلام أبيك وأمك يا خليفة رسول الله؟ أما أبي فتأخر إسلامه إلى يوم فتح مكة، وأما أمي فأسلمت باكرا في بداية الدعوة إلى الله. فهل يأذن خليفة رسول الله أن يحدثني عن إسلام أمه؟ لك هذا يا بني. أما يوم إسلام أمي فكانت بدايته شاقة عسيرة، ثم من الله على عبده أبي بكر بأن جعل خاتمته سعيدة. اجتمعنا يومها في دار الأرقم ابن أبي الأرقم 38 رجلا، ليس غيرنا على ظهر الأرض من يوحده ويعبده حق عبادته. فألححت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بدعوتنا على مرأى ومسمع من قريش، فقال لي يا أبا بكر إنا قليل، فما زلت ألح عليه حتى أجابني. فخرجنا إلى الكعبة فقمت في الناس خطيبا، وكنت أول خطيب في الإسلام يدعو إلى الله بعد النبي. فهل سمحت لك قريش يومها بالكلام هكذا جهارا نهارا عند الكعبة؟ أو تحسب أن قريشا كانت بتلك السماحة؟ فما الذي حدث إذن؟ كنت سأحدثك ولكنك قطعت علي حديثي. أعتذر منك يا خليفة رسول الله، والله ما هي إلا اللهفة وحب المعرفة، فاعذر فضولي. لا بأس عليك يا بني. المهم وأنا أخطب في الناس قام إلي رجال من قريش يضربونني ضربا شديدا، ودنا مني عتبة ابن ربيعة وضربني على وجهي بنعليه المخصوفتين حتى ورم وجهي، وأخشي علي فحملوني إلى داري وهم لا يشكون في موتي. فجاء قومي بنو تيم وقالوا لقريش والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة. ثم رجعوا إلي فكلموني وأنا لا أجيب من شدة ما نزل من الضرب واللطم. ثم استفقت قبل المغرب، وكان أول ما قلت لهم ما فعل رسول الله؟ تنسى نفسك وما أصابك وتسأل عن رسول الله، وما لي لا أسأل عنه؟ فإنما أنا رجل من المسلمين وهو الدين كله، وما يسرني أن أعافي جسدي ويشاك هو بشوكة. بهذا القلب سبقت الناس يا أبا بكر. يا بني إن هذا الدين مسؤولية وليس انتسابا، السر يكمن في نظرتك للأمر، فحين ترى أنك مجرد تابع لن تفعل إلا الفرض فقط، أما حين تحمل هذا الدين على كتفيك فعليك أن تهبه وقتك ودمك ومالك. بهذا الفهم سبقت الناس يا خليفة رسول الله، فما الذي حدث بعد ذلك؟ قالوا لأمي انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، فأبيت أن آكل أو أشرب حتى أعلم ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يئسوا مني وخرجوا عني وخلوت بأمي قلت لها ما فعل رسول الله؟ فقالت والله ما لي علم بصاحبك. فقلت اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فلماذا أم جميل بنت الخطاب تحديدا؟ لأنها من أوائل النساء التي أسلمن لله ورسوله مع زوجها سعيد بن زيد، وهي أخت حبيبي وصديقي عمر بن الخطاب، ولم يكن قد أسلم بعد. وكان بنو عدي يخفون إسلامهم إذا أسلم الواحد منهم خوفا من بطشه، فسبحان من جعل أشد الرجال عداء لدينه أشدهم فيما بعد دفاعا عنهم. فما الذي حدث بين أمك وأم جميل بنت الخطاب؟
ذهبت أمي إليها وقالت لها: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت لها أم جميل: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين ذهبت معك إلى ابنك. فقالت لها أمي: نعم. فجاءت بها أمي إلي، فلما رأتني على هذه الحال قالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وفجور، وإني أرجو أن ينتقم الله لك منهم. فقلت: ما فعل رسول الله؟ فقالت: هذه أمك تسمع. فقلت: لا بأس، لا عليك منها. فقالت: هو بخير سالم صالح. فقلت: أين هو؟ فقالت: في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. فقلت: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله. فانتظرنا حتى إذا هدأت الحركة وسكن الناس، خرجتا بي أتكئ عليهما من شدة ما أصابني، حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أقبله، فرق لحالي. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادع لها وادعها إلى الله، عسى الله أن ينقذها بك من النار. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاها إلى الله فأسلمت. فنسيت من الفرح بإسلامها كل الذي أصابني. هل يسمح لي خليفة رسول الله أن أسأله عن أمرين استوقفاني في هذه القصة؟ تفضل يا بني. لماذا أقسم قومك على قتل عتبة ابن ربيعة إذ أنت مت؟ فهل كانوا على دينك؟ لا، لم يكونوا على ديني، وأغلبهم كان على دين قريش وعتبة بن ربيعة، ولكن العصبية القبلية فالعرب لم تكن تترك ثأرها، ومن ترك ثأره في عرفهم نزل من أعين الناس واتهموه في شجاعته ومرؤته. حسنا، فهمت. والأمر الثاني، لماذا أنكرت أم جميل ابن الخطاب معرفتها بك وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت تخشى على نفسها؟ لا والله ما كانت تخشى على نفسها بقدر ما تخشى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. لو كانت تخشى على نفسها ما طلبت من أمي أن تأتي إلي، ولكننا تربينا على قضاء حوائجنا بالسر والكتمان. وقد كانت فاطمة بنت الخطاب امرأة عاقلة حكيمة، أما رأيت أنها حين سألتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هذه أمك تسمع؟ لقد خشيت على الإسلام حتى من أمي، وما تكلمت إلا حين أخبرتها أنه لا بأس عليها من أمي. المؤمن كيس فطن يا بني، يعرف من أين تؤكل الكتف وماذا يجب عليه أن يقول، والأهم أمام من يقوله. فهذا الدين ليس نظرية فقط، وإنما سلوك وتطبيق ومنهج حياة. وربما أضر المسلم الدين بحماسته فلم يراعي المواقف ولم يحسب العواقب. وقد كانت فاطمة بنت الخطاب أعقل من أن تقع في فخ التهور. الشيء بالشيء يذكر يا خليفة رسول الله. فحدثني عن شيء سمعته من علي بن أبي طالب أنه سأل من حوله: من أشجع مؤمن، آل فرعون أم أبو بكر؟ فسكتوا. فقال: والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وأبو بكر يعلن إيمانه. رحم الله عليا، ذاك الرجل آمن وصدق وجاهد وغلب، أحببناه في الله وأحبنا في الله، وما قال هذا إلا لحسن ظنه بي. ما قصة قوله هذا؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر إسماعيل إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه وخنقه خنقا شديدا، فقمت إليه فأخذت بمنكبيه ودفعته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فما فعلت قريش حينها؟ التهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا علي يضربونني، ووالله لقد سرني أن يتركوه ويضربوني، جعلني الله فداء. والله لقد صدق علي بن أبي طالب، لأنت خير من مؤمن آل فرعون. غفر الله لك يا بني، ما أراك إلا تحسن الظن بي، فإن لم تكن أهلا لحسن الظن فمن عساه يكون. كف عن مديحي فأنا أعلم بنفسي. يصعب على المرء أن يلجم قلبه يا خليفة رسول الله، وإن قلبي هو الذي يتحدث لا لساني، ولكن كما تحب. سمعت يا خليفة رسول الله أن عمر بن الخطاب كان كلما رأى بلال بن رباح
قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، يعنيك أنت، فما قصة عتق بلال؟ كان المسلمون في مكة ينقسمون إلى 3 أقسام، الأول هم الذين من أشراف قريش وأعرقهم نسبا كأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهؤلاء لم يكن يجرؤ أحد على أن يقربهم لمكانتهم في قومهم. الثاني ضعفاء المسلمين الذين كانوا أحرارا ولكن لم يكن لهم عائلة قوية تحميهم وتمنعهم كآل ياسر، فنالت منهم قريشا أذى وإذلالا. الثالث العبيد الذين أسلموا رغما عن أسيادهم، وهؤلاء كانوا في عرف العرب بضاعة تباع وتشترى، وليس للعبد دين غير دين سيده، ولو قام سيد إلى عبده فذبحه ما راجعه في هذا أحد. فلم يكن العبد في الجاهلية إنسانا بقدر ما كان متاعا، وقد كان بلال بن رباح أحد هؤلاء. فلما أسلم بلال غضب سيده أمية بن خلف غضبا شديدا، وأقسم أن يعذبه حتى يموت أو يرجع عن دينه. فكان أمية يخرج إلى رمضاء مكة إذا حميت الظهيرة فيطرح على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة، فيقول أحد أحد. وكان ورقة بن نوفل يمر عليه وهو يعذب بذلك فيقول والله أحد أحد يا بلال، ثم يلتفت إلى أمية ومن معه فيقول لهم والله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا، أي لأجعلن قبره موضع حنان فأزوره دائما مترحما عليه. وكنت أنا أمر ببلال وهو يعذب فيعتصر قلبي ألما من هول ما أراه، حتى قلت يوما لأمية بن خلف ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ فقال أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. فقلت أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه. فقلت أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، وهو على دينك أبادلك به بلالا. فقال قبلت. فأخذت بلالا منه وقلت له أنت حر لوجه الله. فهل كان بلال بن رباح هو الوحيد الذي أعتقته؟ أعتقت بفضل الله 7 كانوا يعذبون في دينهم، فمن هم؟ بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية ابن عمرو بن مؤمل. فهل من قصة تروى في عتق هؤلاء؟ بعضهم كان مجرد صفقة بيع وشراء ثم يعقبه من عتق لوجه الله، وبعضهم قد كان فيه قصة. فهل يتكرم خليفة رسول الله بإخباري بها؟ لك هذا يا بني. فأما زنيرة الرومية فكانت أمة لعمر بن الخطاب أسلمت قبله، فكان يضربها حتى ذهب بصرها، فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة. فقالت وهي لا تبصر والله ما هو كذلك، وما تدري اللات والعزة من يعبدها، وربي قادر على أن يرد علي بصري. فرد الله عليها بصرها صبيحة تلك الليلة. فقالت قريش هذا من سحر محمد. وكانت قريش تقول لو كان هذا الدين خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة. فأنزل الله تعالى قوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فلما سمعت بخبرها اشتريتها وأعتقتها. وأما النهدية وابنتها فقد كانتا لامرأة من عبد الدار، فمررت بهما وقد بعثتهما سيدتهما إلى طحين لها تطحنانه وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا. فقلت لها تحللي من يمينك، فقالت قد تحللت وأنت أفسدتهما فاعتقهما. فقلت لها بكم؟ فقالت بكذا وكذا درهم. فقلت قد أخذتهما وهما حرتان، وقلت لهما أرجع إليها طحينها. فقالتا حتى نفرغ منه ونرده إليها. فقلت هذا لكما إن شئتما. وأما جارية ابن عمرو بن مؤمل فكانت مسلمة، وكان حي بني مؤمن من عدي، وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ على الشرك، فيضربها حتى إذا مل منها قال أعتذر إليك إنني لم أتركك إلا مللا، فتدعو عليه. فلما سمعت بخبرها اشتريتها من سيدها وأعتقتها. لله أنت كم جاهدت بنفسك ومالك في سبيل الله، يا بني من علم أنه لله هو هان عليه في سبيله كل شيء.
أتدري يا خليفة رسول الله أني أتحرك شوقا أن نصل في حديثنا إلى يوم الهجرة، ولكن قبلها أتأذن لي أن أسألك عن موقفين حصل معك قبل الهجرة الشريفة؟ وما هما يا بني؟ أريد أن تتكرم علي وتحدثني عن رهانك مع أبي بن خلف، وعن هجرتك التي لم تكتمل إلى الحبشة. لك هذا فاسمع، قل لي آذان صاغية يا خليفة رسول الله فتفضل. فأما رهاني مع أبي بن خلف فكان ذلك قبل الهجرة كما ذكرت، ولم يكن الرهان قد حرم بعد في دين الإسلام. والقصة هي أن الروم وفارس اقتتلتا، فهزمت فارس الروم، فبلغنا ذلك في مكة، فشق ذلك علينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يظهر المجوس عبدة النار على أهل الكتاب من الروم، بينما فرح مشركو قريش بنصر فارس وشمتوا، وكانوا يقولون لنا إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قتلتمونا لنظهرن عليكم كما ظهرت فارس على الروم. فأنزل الله تعالى قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فخرجت إلى الكفار فقلت أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم، والله لا يظهرن الروم على فارس، أخبرنا نبينا بذلك. فقام إلي أبي بن خلف فقال كذبت يا أبا فصيل، فقلت أنت أكذب يا عدو الله. فقال أراهنك على 10 قلائس مني و10 قلائس منك، فإن ظهرت الروم على فارس دفعتها إليك، وإن ظهرت فارس على الروم دفعتها إلي، على أن تكون مدة الرهان 3 سنوات. وما هي القلائس يا خليفة رسول الله؟ القلوص هي الفتية من الإبل. حسنا فهمت، فماذا حدث بعد ذلك؟ جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي كان بيننا من رهان، فقال لي ما هكذا ذكرت لكم، وإنما بضع سنين، فهي من 3 إلى 9، فزايده في المدة وزد عليه في الرهان. فخرجت فلقيت أبي فقال لي لعلك ندمت، فقلت لا، ولكن تعال أزيدك في الرهان وفي المدة، فاجعلها 100 قلوس إلى 9 سنين. فقال قد قبلت،